ظاهره الشغب اخويا مي تقريبا من تحيدات الالتراس ولات الظاهره بزاف، حيت السبب ديال الالتراس مي كانوا كيديروا التيفوات وهذا الشيء كانوا كان التيران مزيان. دابا من تحيدات القضيه ديال الالترا وهذه كتدخل دابا الالترا للتيران هازه الباش ديالها كتحطوا الواينرز ولا الايجلز ولا الجرين بويز وهذه تضطروا انهم الى باشا ولا شي حاجه كيضطروا بانهم الى حيدتي لهم الباش وهذا الشيء كينوض الصداع. داك الشرب اللي داروا البارح انا كنقول لهم حشومه هذاك الشيء، الكره كيمشيو الناس باش يتفرجوا باش يتمتعوا باش ملي يسالي الماتش يخرجوا كيضحكوا كل شيء، سواء خسروا خسرت هذه الفرقه سواء خسرت هذه، ماشي غادي نخسروا واحد الميزانيه ديال الفلوس في التيران باش يكونوا نقيين بحال داك الشيء اللي كنشوفوا على برا وداك الشيء، وفي الاخر كنجيو كنقلعوا الكراسه وكنضربوا بعضياتنا بالكراسه وكيضربوا حتى الشرطه. كجمهور تنبغيو نمشيو للتيران نتفرجوا بعضياتنا ننشطوا ونفرحوا وهادي، ولكن بالنسبه للشغب ونبقاو نطيفوا مع الامن وهادي راه ماشي مصلحتنا حنايا، فهمتي خويا؟ الشغب راه ماشي سبابو الجمهور، كاين بعض المرات كيكون سبابو الجمهور ولكن في الاغلبيه كيكون البوليس كيطلع عند الجمهور على شي حوايج كيكونوا لداخل. هاد القاصرين هما سبب الشغب، وكيكون سبب الشغب واحد الفئه ديال واحد الناس ما عندهم لا علاقه لا بالرياده لا بالجمهور لا حتى شي حاجه، كتكون واحد الفئه هي باغا تجبد الشغب. هذاك الشيء عيب وممنوع وحرام على الاخوان يتضاربوا مع بعضياتهم، راهما اخوان هذوك. الحل هو يكون الصفا والمروه بيناتهم، ما يكونش الشغب ولا مضاربه ولا تحرس الكراسه، الكراسه راه كيبركوا عليهم غد اليوم غادي يلقاو على شي بركو. تيران الشغب هادشي راه ما خصوش يكون، ولكن عاوتاني الجمهور خصو يدير احتياطات ديالو حيت البوليس هما تيبغيو يديروا خدمتهم. البارح داكشي اللي شفنا راه خايب، الامن راه ما دارش خدمته بشكل تعدى على الدراري على قبل الباش وعلى قبل شي حاجه ما خصهاش تكون. كتمنوا البوليس وحتى الجمهور يدير عقلو باش ما يبقاش هادشي ونتفاداو الضحايا. الماتش ديال الرجاء ومراكش بان لي الامن هو اللي تسبب فيه، يعني راكم شفتوا الفيديوهات وخير دليل على المهم راه المغاربه كلهم شافوا الفيديوهات، راك شوف هما اللي بداوا الان بدا كيشيروا بالكراسه وكل شيء، وهذا الشيء راه ما كيشرفش الكره المغربيه، وحنا مقبولين على بزاف ديال زعما بزاف ديال المناسبات، فهمتيني؟ ما هذا الشيء ما كيشرفش بينا،